الأحوال الجوية. وبيليس أينما كنتم. متابعي ومشاهدي قناة الحياة الجزائرية، مرحبا بكم إلى الوضعية الجوية تاع نهار الأربعاء إن شاء الله مع صباح. بداية بالنسبة لصورة القمر الاصطناعي راح توضح لنا أجواء مغشاة بالنسبة للمدن الشمالية، أما بالنسبة للمدن الجنوبية تبقى عندكم أجواء صافية ومشمسة. ندوزو نشوفو حال الطقس مع صباح إن شاء الله. معرف جن إن شاء الله كما قلنا الأجواء نقدر نقول لها حتكون مشمسة وصافية بالنسبة لكافة ولايات الوطن، ما عدا بالنسبة للسواحل الجزائرية تبقى الأجواء عندكم غائمة، بالأخص مناطق الساحلية الوسطى والمناطق الساحلية الشرقية، وين راح نسجلوا عندكم في شرق الجزائر أمطار راح تكون غزيرة نوعا ما. أما بالنسبة للسواحل الوسطى تبقى الأجواء كذلك صافية ومشمسة، راح نسجلوا بعض السحب العابرة اللي ما راح يكون عندها فعالية بالنسبة للجهة الجنوبية الشرقية. بالنسبة لحالة الصيد والملاحة البحر إن شاء الله راح يكون هادئ وسرعة الرياح راح تكون ما بين 15 كيلومتر في الساعة. راح نشوفوا درجات الحرارة مع صباح إن شاء الله. في الصباح درجة صغيرة كاملة راح تكون بالبيض بسبع درجات، والدرجة الكبيرة كاملة هذه المرة راح تكون بكل ولايتين دوف وبسكرة ب 17 درجة. 14 درجة كان بالجزائر العاصمة 8 درجات، كانوا بالمدية 16 درجة، كانوا بالغرب الجزائري بوهران و 17 درجة سجلناها بالشرق الجزائري بولاية عنبة. هادو كانوا درجات الحرارة مع صباح إن شاء الله. ندوزو نشوفوا الحال مع العشية كيفاش حيكون. مع العشية ان شاء الله نقدر نقولوا بلي كاين شويه نوعا ما اختلاف، وين راح نسجلوا سحب عابره بالنسبه للسواحل الغربيه تمتد كذلك للسواحل الوسطى، اما بالنسبه للشرق الجزائري تبقى الاجواء عندكم مضطربه، وين راح نسجلوا امطار راح تكون غزيره، راح نسجلوا كذلك بعض السحب العابره اللي راح تكون تتمركز بالنسبه للمناطق الشماليه. بالنسبه لحاله البحر، البحر مازال هادئ وسرعه الرياح مازالها تلحق 15 كيلومتر في الساعه. درجات الحراره مع العشيه ان شاء الله، درجات الحرارة هذه المرة راح نلقاوهم بكل من ولاية البيض لمدية سطيف 19 درجة، والدرجات الكبار كامل هي درجة واحدة راح تكون بولاية تندوف ب 33 درجة، 27 درجة كانت بولاية غردية، 25 بالجزائر العاصمة، 24 بالجلفة، و 27 درجة كانت بولاية بسكرة. هادو كانوا درجات الحرارة مع العشية إن شاء الله. بالنسبة لتوقعات الطقس اليومين الجايين، نهار الخميس إن شاء الله الاضطراب الجوي راهو نقدر نقول راه عاود ولا تدريجيا، وهنا حصلوا امطار غزيره على المدن الشماليه بالاخص على السواحل الجزائريه. هذه الامطار راح تلتحق كذلك بالمدن الداخليه، راح نسجلوا كذلك خلال الصباح بعض الضباب المحلي، راح نسجلوا كذلك اجواء تكون مغشاة نوعا ما بالنسبة للجهة الجنوبية الشرقية، لكن على العموم راح يتلاشوا هاد الغيوم بعد الظهيرة. أما بالنسبة لباقي ولايات الوطن، نهار الخميس إن شاء الله راح تكون أجواء عندكم صافية ومشمسة. درجة الحرارة درجة صغيرة انخفضت ولحقت بست درجات في المدية، والدرجة الكبيرة مازالها 33 درجة بولاية تندوف. وضعية البحر إن شاء الله راح يبقى هادئ وسرعة الرياح راح تبقى تلحق 15 كيلومتر في الساعة، هذا بالنسبة لنهار الخميس. أما نهار الجمعة إن شاء الله، نهار الجمعة إن شاء الله الاضطراب الجوي راح يخف شويه، لكن راح يبقى متواصل بالنسبه للسواحل الوسطى والسواحل الشرقيه، والامطار راح تكون غزيره نوعا ما. راح نسجلوا بعض السحب العابره بالنسبه للمناطق الساحليه الغربيه، اما بالنسبه لباقي ولايات الوطن تبقى الاجواء صافيه ومشمسه، ما عدا في جنوب الصحراء راح نسجلوا عندكم بعض السحب العابره اللي ما راح يكون عندها فعاليه، لكن هذه السحب راح تكون مرفوقه بتطاير الرمال. بالنسبه لدرجات الحراره، درجه صغيره كامله راح تكون بولايه بجايه بسبع درجات، ودرجة كبيرة كاملة راح تكون بتندوف ب 32 درجة. حالة الصيد والملاحة نهار الجمعة إن شاء الله، البحر راهو هادئ وسرعة الرياح مازالها لحقت 15 كيلومتر في الساعة. هادو كانوا توقعات الطقس اليومين الجايين. بالنسبة للمعلومات الفلكية تاع نهار الأربعاء إن شاء الله، الشروق راح يكون على 7:09 دقائق، أما الغروب راح يكون على 5:53 دقيقة. لمزيد من المعلومات زورنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بهذا نكون لحقنا الختام شرط الأحوال الجوية تاع نهار اليوم. قليلا نقولكم سهرة ممتعة مع بقية برامج الحياة الجزائرية. نلقاكم غدوة إن شاء الله في نفس الموعد. بقاو على خير. قدمت لكم الأحوال الجوية. وبيليس أينما كنتم.